لكن واحد بس اللي بيتأهل، وقبل لا نعرف منو فيهم خلونا نشوف شلون كان أدائهم على مسرحنا الحلقة السابقة. نتابع. مليحة في وصايفها التطرف حياد، تبدأ خصال الجمال من أول خصالها، يغار منها القمر ويحس فيها الجماد، وتنغر الأنسام لا هز الطرف شالها. يا أولي الألباب، صدري من يخيط له فتوقه، كل ما تحفز شعور ورقيه بلفظ الجلالة، لو يسل الصمت سيف بوجه الأحداث الصدوقه، ما يرد الشاعر يوصل على المنبر رسالة. جيت من بيت الشمال ومن عتيق رواقه، نجد ميعاد القصيد وحظوته وحقوقه، لو بصدري ذي بعدت بالبيان أشواقه، في حر في خيالي تو فك سبوقه. يا وجدي على اللي ما ترك في العيون انعاس بكيته، وانا قد قلت يجعلني مبكي هنادي طيوفه، واتكلم على الهجاس لعله يرد الصوت ويقول يا لبيه.